يا بسم الله الرحمن الرحيم. بتكون مستني الدوري الانجليزي وبتكون مستني يوم السبت ده عشان سبت ممتاز وكلنا عارفين يعني الدوري الانجليزي فيه ماتشات كتير حلوه جدا، وبتكون كمان متفائل ان انت هتتفرج على مباراه النهارده زي مانشستر سيتي وليدز يونايتد، وهتفتتح اليوم بتشيلسي وكريستال بالاس. تيجي لابس كابتن يوسف سيف في مباراه كريستال بالاس اللي هي مفترض ان روي هوتسون هيرخم فيها على لامبرد. روي هوتسون اللي باي فرقه بتلعب ضده بتبقى عارفه ان هي موعد مع الرخامه، في مدرب رخم بال 4 4 2 بتاعته، هيقفل الاطراف هيقفل الملعب، عنده لعيبه جهدهم البدني ممكن يكون كويس نوعا ما وبيساعد المدرب في خططه، فده بيخليك تبقى متيقن ان الفرقه اللي بتلعب كريستال بالاس هتقضي وقت سيء جدا قبل ما تجيب الهدف الاول. كريستال بالاس بتلعب بال 4 4 2، 4 4 2 بتكون بالشكل ده جوه الملعب وهي مش معاها الكره، بتلاقي توسن بيساند باك الشمال، وبتلاقي ان ايزا الراجل اللي هو كابتن يوسف سيف كرهني في ان هو اغلى صفقه في الفرقه ب 25 مليون، وبتلاقي مكارسر ومكارسي الاثنين بيعملوا وجبات في نص الملعب علشان خاطر اول ما الكره تتقطع تلاقي سيلان من اللعيبه دي بتهاجم، وطبعا في جوردان اي وفي ويلفريد زاها، والاثنين دول مستعدين دايما ان هم يلعبوا على المرتدات ومستعدين دايما ان هم يتطرفوا يلعبوا في ظهر دفاع الفرقه اللي بتلعبهم واللي بتتقدم، وخصوصا يعني لو بتلعب تشيلسي النهارده هتلاقي بن شيرول بيتقدم ناحيه الشمال، وهتلاقي ناحيه اليمين بيتقدم اسبليكويتا مع تقدم يعني مش قوي قوي، هتلاقي ان هو بيتقدم بس برضه بيسيب اغلب الواجب الهجومي للباك الشمال بيلعب الناحيه الثانيه، فبتلاقي ان الراجل بيلعب قدام خصم رخم جدا وخصم سيء جدا، فما يقعدش كابتن يوسف يقول لك اكاي ايفرتس اللاعب اللي جايبينه ب 80 مليون وتيمو فيرنر، هو كابتن يوسف الملعب كله مخنوق والملعب كله ضيق قوي ومضيقه عليه مدرب كريستال بالاس روي هوتسون. انت شايف انهي حاجه بتحصل في المباراه لما تلاقي انه شوط اول تكتيكي عنيف جدا من روي هوتسون علشان خاطر تشيلسي مش عارف ان هو يروح ناحيه منطقه جزاء كريستال بالاس عشان خاطر يجيب الجون اللي هيفك كل حاجه، وانت تقعد تقول اصل اللعيبه دي غاليه اصل مش عارف في ايه، وعمال يتكلم كلام خلاني فكرت جدا ان انا اجيب ديربي المحله بين الغزل والبلديه، اكيد هيكون ارحم من ام القرف اللي بيقوله كابتن تشيلسي ده. شوط اول بيخلص على طريقه سلبيه وعلى اداء سلبي جدا من اللعيبه، وتقعد تسال نفسك هو فين هوتسون دوي وهو بيلعب علشان خاطر فعلا ان النادي بيحاول يسوقه لبايرن ميونخ، ولا كمان فين تيمو فيرنر وفين كاي هافرتز؟ يا جماعه في مدرب عامل شغل كويس جدا بيلعب الفرقه اللي قدامها النهارده، انت بتلعب قدام كريستال بالاس عامل شغل دفاعي بس النهارده، ما عملش اي شغل هجومي، الفرقه كلها كانت بتدافع بس الشوط الاول، اول ما دخل فيها الهدف الثاني الهدف الاول بتاع بن شيرول خلاص الجيم فتح والجيم بدا ان انت يلا يا جماعه في امل ان انت تجيب الثاني والثالث، خصوصا يعني كريستال بالاس هيطلع بالستاره بتاعته دي لقدام وهيبدا يضغط من نص ملعبك فهيسيب مساحات وراه، وعنده اثنين مساكين اذا كان كولاتيه ولا ساكو الاثنين مساكين تعبانين قوي، فلو لعبت انت كره سريعه وضغط عالي على الخصم بتاعك هتلاقي ان انت بتلبس انفرادات بزوفه، ودي روي هوتسون ما بيعملهاش غير لما بيلبس الهدف الاول. خلاص بعد ما لبس الهدف الاول الدنيا كانت سهله تماما، من شيرول بينجح ان هو يكون مفتاح تشيلسي النهارده في المباراه، راجل بيجيب هدف اول ممتاز جدا عن طريق تامي ابراهام اللي بيصلحها له وبياخدها وان تاتش، والكره الثانيه اللي بيعملها لكورتو زوما علشان خاطر يجيب الهدف الثاني، والمباراه تتسهل تماما. هتقعد بقى تتكلم هو ليه لامبر ده ما بيخليش فيرنر يلعب ضربات الجزاء؟ لا اصل ليه لامبر ده ما بيخليش هوتسون ودوي او بيخلي ابراهام يلعب ضربات الجزاء؟ يا حبيبي الراجل مخلي جورجينيو متخصص من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها متخصص ضربات الجزاء بالفريق، يعني يوم الفرقه ما ربنا كرمها وكسبت تقعد تتكلم على مين متخصص ضربات الجزاء بالفريق؟ يا ما مش كده والله العظيم ما كده، يعني قاعد تقول الراجل مش ما بيستغلش الصفقات، راجل بيعمل هو اي نقد وخلاص اي حاجه تبين فيها ان لامبرد عنده مشاكل ايه؟ طب ابراهيم عايز يجيب جون عشان عنده عيد ميلاد النهارده ايه؟ ده مش شغل كوره، مش اي حد عنده عيد ميلاد النهارده ويحط ايده على الكوره وشوط. مين لاعب رقم واحد ضربات الجزاء الفرقه؟ جورجينيو. خلاص جورجينيو شوط اثنين اثنين 10 20 ضربه جزاء في المباراه، في متخصص في مدير فني واقف على الخط هنلتزم بالخطه بتاعتنا، غير ان احنا في متخصص رقم واحد ومتخصص رقم اثنين ومتخصص رقم ثلاثه واكيد تاني مش فيهم. ما تقعدش بقى تقول لي اصل ضربات الجزاء اصل ما ينفعش اللي بيحصل، في ايه يابا اللي ما ينفعش؟ بجد ما ينفعش الدماغ اللي انتوا بتتعاملوا بيها دي يا جماعه؟ يا جماعه مش كفايه علينا نصف سيفا تقعدوا انتوا كمان تتكلموا معانا على ضربات الجزاء؟ والله ما كده مش كده خالص يعني. روح هوتسون عامل مباراه رخمه، قلنا تمام جالنا مذيع رخم، قلنا تمام ما عندناش اي مانع بيتعلم علشان خاطر راجل سحب جنسيته بتشغله في المباريات دي، قلنا عادي، انما كمان انتوا بتتكلموا على ضربات الجزاء؟ لا كده مش كده مش عادي خالص. الفرقه ادائها مش ثابت قوي، الفرقه ادائها مش واو، وهنرجع برضه نتكلم في الابجديات والاساسيات، الفرقه اللي بتكون عامله ماركاتو كبير وبتكون عامله ماركاتو 6 او 7 لعيبه بتحتاج وقت،
تمام، ادوهم الوقت، بس في الوقت اللي هو الجمهور هيديلهم الوقت ده لازم يكونوا بيجمعوا نقط. اداء سيء، اداء باهت، المهم ان هم يجمعوا نقط. وصدقني المكسب لو بيجيب مكسب والفرقه بتبدا تطمن ان خلاص يعني بدات تمشي، اللعيبه بترجع لمستواها واللعيبه بتبقى عندها ثقه، واكيد هتلاقي كاي هافرتس في مستوى مختلف تماما بعد 5 أو 6 جولات لو استمر بيلعب صانع العاب. انما لو نص المنت رجع بقى، لا والله كريم هنتكلم في مشاكل. لا مش هنتكلم، انا مش مستعد اتكلم في مشاكل يا جماعه. مباراه كسبها تشيلسي 4-0، نقعد بقى نتكلم يا جماعه، ندي فرصه للامبرد شويه، مش هنقعد ان احنا كل مباراه لامبرد اوت لامبرد بالراحه، مش كده يا معلم. انا عارف ان كلامي ممكن يتعبك لو انت من الناس المناصره ان اي حد يلعب ضربات جزاء، بس عارف ان كلامي ممكن يعجبك لو انت واحد من الناس اللي بتتكلم بمنطق. وعايز اقول لك الشوط الاول كان روسون هو المدرب رخم، ما كانش تشيلسي هو اللي كان عاجز. شوف الحاجه اللي عملتها لك، والله مش ايه يا معلم.